حلو. طبعا. وفي خبرنا الثاني أيضا، رفض مجلس الشورى توصية رفعتها اللجنة الصحية بتوظيف مسعفات طبية سواء كان في الجامعات أو المدارس أو المجمعات التجارية، خلال طبعا الفترة المقبلة. ودعا المجلس إلى تكليف جهة محايدة متخصصة لتقييم هيئة الهلال الأحمر وكفاءتها الهيكلية والمالية والفنية لتحقيق الأهداف المنوطة بها. طبعا هذا الرفض من قبل مجلس الشورى عشان ناخذ عنه فكرة أكبر وأشمل، معنا عبر الهاتف الأستاذ وليد الضفيري، كاتب رأي وناشط اجتماعي. أهلا وسهلا فيك أستاذ وليد. اهلا وسهلا بكم، انا احييكم واحيي الاخوه المستمعين او المستمعات. اهلا بك. استاذ وليد، بدايه يعني تم هذا الرفض من قبل مجلس الشورى، هل ترى انه احنا لم نعد بحاجه الى مسعفين الى مسعفات سيدات في هذه الاماكن خصوصا المدارس والجامعات؟ اي نعم صحيح. اولا اختي لابد ان نعرف انه في الفتره الاخيره قامت المملكه العربيه السعوديه في تعليم وتدريب النساء لدخول مجال الخدمات الطبية الطارئة، ولعل من أبرز تلك الجامعات جامعة الملك سعود للعلوم الصحية. صحيح. لأنها ضرورة حتمية انطلاقا من قول الله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صحيح. ولابد أن يكون تعيين المسعفات في الجامعات والمدارس أو المجمعات التجارية أمر مفروغ ولا بد منه، لأنه من الضروريات الخمس لسلامة الأرواح من حدوث أي مكروه لا قدر الله. ولو لاحظنا في الدول المتقدمة لوجدناهم يقومون بتوفير هذه الخدمة الإنسانية العظيمة في جميع أماكن التجمعات البشرية. صحيح. من الجنس الرجال أو النساء على حد سواء. يعني من المنطق أنه يكون في مسعفات سيدات في مجتمع كله سيدات، لكن من الغير المنطق اللي أنا ماني فهمته برأيك، ليش تم رفض وإسقاط التوصية مهمة زي هذه في من قبل مجلس الشورى؟ والله أمانة أنا لا أعرف السبب التحديد الذي جعل مجلس الشورى يقوم بإسقاط هذه التوصية، ولا أعلم إلى متى تقود بعض الأنظمة الفتيات إلى الموت. وباختصار شديد أنا أوجه بعض التساؤلات أختي الكريمة. أوجه بعض التساؤلات المنطقية: أليس من الظلم أن هناك بعض الطالبات يدرسن عدة سنوات بتخصص الا وهو طب الطوارئ وفي نهايه المطاف لا يجدن وظائف في هذا المجال؟ ومن جهه اخرى، هل غاب عن بعض المسؤولين ما حصل للسيده امنه باوزير رحمه الله قبل 3 سنوات في جامعه الملك سعود؟ نعم. عندما منع دخول المسعفين عنها الا بعد مرور ساعتين بحجه وجود اختلاط كما اشارت شقيقتها. ولسه قبل كم شهر برضه السيده نسرين البنوي في جده في جامعه الملك عبد العزيز، يعني برضه نفس الشيء، توفت وهي تكرم يعني بسبب تاخر الاسعاف. نعم، في اكثر من برضه حادثه مكه قبل عده سنوات. نعم. يعني عندك اكثر من حادثه في حالات. صحيح. أنا استغرب هذا المنع بالرغم من وجود الحاجه الملحه لذلك. مزبوط. نعم. طيب كناشط اجتماعي، يعني لو تقول لنا ايش هو دورنا كمجتمع في توعيه بهذه الاساسيات؟ يعني نعرف انه احنا كسيدات في البعض منا لا يقبل الا ان تكون مع مسعفه بدل ما يكون في رجل. ايش المفروض انه احنا نسوي للحد من هذا الامر؟ طيب يا اختي الكريمه، انا اعتقد بان المجتمع لا زال بحاجة ماسة جدا للتوعية بأساسيات الإسعافات الأولية. صح. بهدف حصول كل فرد منا على تلك المفاهيم والتطبيق افتراضيا على أرض الواقع سواء من الرجال أو النساء. نعم. أما بالنسبة للنساء فلابد علينا أولا أن نقف وقفة حازمة أمام بعض الآراء الدينية المغلوطة، أو دعيني أسميها المتطرفة، أو بعض العادات والتقاليد الجائرة. نعم. التي تمنع النساء من الدخول في هذا المجال والتقليل من قدرهن، وربما تحكم على الفتاة بالموت على أن يراها الغرباء. صحيح. الله. ومن هذا المنبر أمانة أنا أناشد سعادة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى. نعم. باستحداث حصة على الأقل أسبوعية لتعليم أبنائنا وبناتنا الطالبات والطلبة الإسعافات الأولية لتعزيز هذه الثقافة الإنسانية العظيمة، وأن لا تكون مهمشة لكي يستفيد منها أكيد ضروري جدا لاحقا. نعم.
أستاذ وليد ظفيري كاتب رأي وناشط اجتماعي، شكرا لمداخلتك معنا، وإحنا كمان نناشد يعني وزارة التعليم بذلك، وكمان أنا أنتظر يعني كلنا ننتظر يمكن رد من مجلس الشورى إنه أدونا توضيح أكثر لماذا الرفض. ليش إحنا في إحنا لسه قلنا تمكين المرأة والمرأة يعني أنتم بترجعونا ورا كثير مرة.